استطاعت مصر أن تخطو خطوات ثابتة لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفير الحماية لها. إن الجزء الأكبر من عظمة هذا الوطن قد استمده من روعة المرأة المصرية. المرأة المصرية وعزيمتها ستحيا على الدوام مصر العظيم. حققت المرأة المصرية مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، وهو ما جعل المؤسسات والمنظمات الدولية تشيد بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القيادة السياسية لدعمها للحد الذي أطلق عليه البعض توصيفا لوضع المرأة في عهد الرئيس السيسي بالعصر الذهبي للمرأة. لم تكن أبداً نصف المجتمع، بل هي روحه وعماده ورمز التضحية والفداء والدينامو الدافع لقاطرة العمل السياسي والاجتماعي. واليوم أصبحت المرأة المصرية أساس المجتمع والشريك المنخرط بامتياز في دوائر صنع القرار، وهو ما ظهر جليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء محملا باستحقاقات غير مسبوقة تنتصر لعظيمات مصر وتعتبر تمكين المرأة أمرا محتوما طال انتظاره. في ضوء فخرنا جميعا بتمثيل المرأة ودورها في البرلمان وفي الحكومة بنسبة هي الأعلى في تاريخ مصر، فإنني أدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها إلى جهود بناتها جنبا إلى جنب مع جهود أبنائها. الدولة المصرية في حقبتها الجديدة أولت للمرأة اهتماما خاصا، حيث شاركت في الحياة السياسية والنيابية ما بين صاحبات حقائب وزارية ونائبات بالبرلمان وناخبات في الاستحقاقات الدستورية ومحافظات لعدة محافظات، لتتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وتعلي قيم العدل التي رسخها الدستور وأشاد بها المجتمع الدولي. ففي قرار تاريخي أصدر الرئيس السيسي في 2 يونيو 2021 قراراً ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر الماضي. وأما اليوم الذي سيذكره التاريخ كاستحقاق طال انتظاره للمرأة المصرية فهو يوم السبت 5 مارس الماضي، وهو أول يوم لجلوس جميع القاضيات على منصة القضاء جنباً إلى جنب مع زملائهن من القضاة بمجلس الدولة، لتكتمل بذلك الصورة المشرفة للمرأة المصرية والتي لطالما سعت القيادة السياسية لترسيخها منذ بدء قيادتها للدولة. بنات النيل عظيمات مصر، إن تطور ورقي أي مجتمع إنما يقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور ثقافة ووعي المرأة ومساهماتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته. وبالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، أعلن الرئيس السيسي عام 2017 عاماً للمرأة المصرية. فمن مناهضة للعنف ضد المرأة وتغليظ عقوبة التحرش مروراً بقوانين التأمينات والمعاشات وصولاً لبرامج التوعية والتدريب لإقامة المشروعات الصغيرة والمبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المرأة في كل أطوار حياتها، لم تدخر الدولة جهداً لدعم المرأة، حيث كان أبرزها 100 مليون صحة، دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهو ما أدى لارتفاع نسب الشفاء وانخفاض نسب الوفيات بين السيدات،
هذا وحرصت مصر على تواجدها الفاعل والمؤثر من خلال المشاركة في المبادرات ذات الصلة وتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف، كما أعلنت مصر في يونيو من عام 2019 البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى وتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، كما تستضيف حالياً مقر منظمة المرأة العربية. وهكذا تنجح مصر في إعادة المرأة لمكانتها التاريخية منذ عهد الفراعنة، ماضية في جهودها لتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها، وهو النهج الذي يضمن تنمية مستدامة ونهضة شاملة يقف المجتمع الدولي كله مراقبا لها بإعجاب بل وداعيا للاقتداء بها.